magnetic field intensity due to infinitely long conductor. فهنا راح يصير عندك شنو infinitely يعني ما لا نهاية، يعني يمتد منا قسم لا نهاية إلى ما لا نهاية. فراح نبدي من نفس القانون السابق اللي استقيناه بالنسبة للفاينايت، اللي هو كان I على 4 باي و سان ثيتا 2 ماينس سان ثيتا 1 باتجاه الأي بار 5. بس هسه مع شنو التغيير بسيط، انه شو راح يصير انه Z2 راح تكون بالما لا نهاية والZ1 بالما ماينس ما لا نهاية. فإذا تعود بالتعويض مالتنا، لما إذا نرجع هنا هذا التعويض، إذا تعوض إنه Z2 يساوي ما لا نهاية راح يطلع ثيتا 2 عبارة عن باي على 2، وإذا تعوض Z1 ماينس ما لا نهاية راح يطلع إنه ثيتا 1 عبارة عن ماينس باي على 2. اوكي، فيطلع لك بهالشكل ثيتا 2 ويطلع لك شنو ثيتا 1. تعوضه بالقانون راح يطلع لك انه بعد ما تعوض ثيتا 1 وثيتا 2 راح يطلع لك هذا القانون الاساسي. هذا هو القانون الاساسي للإنمن انفاينايت. فاينايت اوكي، انفاينايت واير موجود وين؟ موجود على شنو؟ على Z axis هنا. اوكي، على Z axis. ف ليش على Z axis؟ لان بسبب وجوده على Z axis هذا الواير كان اتجاه الماجنتيك فيلد هو شنو اتجاهه؟ باتجاه الاي بار 5. بس اذا اعطاك الواير موجود اني other location تستخدم هذا القانون. هذا القانون اللي هو القانون الى الواير الموجود ان اني لوكيشن، ونوعية هذا الواير هو انفاينايت. خلينا نشوف شنو هاي المصطلحات. انه الار هنا، الار هاي الار تكون normal distance، normal distance between the line current and the point B. وهذا خذيناه اصلا نفسه انه شنو بالقانون مال الكتك فيلد. شنو الكتك فيلد كان للانفاينايت لاين اذا تذكرون وياي؟ كان رو ال على 2 باي ابسلون شنو كان ار باتجاه الاي بار ار. طبعا كان رو اذا كان موجود الانفاينايت لاين على الزد اكسس، بس قلنا اذا مو كان على الزد اكسس شنو استخدمنا؟ الار، وقلنا الار هي النورمال على هذا اللاين. نفس الشيء هنا مكان ما يل واح جاك شنو اي على 2 باي، ومكان ما هناك رو هنا بهاي الحالة هنا شنو صار عندنا؟ ار كابتل. طبعا والاتجاه تاخذ انه اي بار يل كروس اي بار ار. اي بار يل اللي هو الكن دايركشن، قلنا الدي ال الفكتر دائما باتجاه الكرنت دايركشن. اوكي، كفكتر إضافة إلى الـ A bar R اللي هو unit vector normal to the line and in the direction of point B. In the direction of point B. Okay. يعني normal على line إضافة إلى إنه شنو؟ In the direction of point B. يعني إذا عندك هذا الـ line وعندك هاي هذا الـ يعني المؤشر وهاي الـ point B. فالR أي بار R هذا هو يمثل لك اليونت فيكتور اللي يأشر لك بهالشكل هذا، ويكون شنو 90 درجة ويا من ويا اللاين.